السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائي. اليوم إن شاء الله سأتناول عشبة معروفة منذ القدم وهي عشبة الشعير أو حبوب الشعير، وسنحاول أن نتعرف على فوائد هذه الحبوب وكذلك طريقة الاستفادة منها، وسنحاول أن نجيب على التساؤل التالي: ماذا عن الشعير؟ ما هي فوائد ماء الشعير المغلي للكلى؟ ما هي فوائد ماء الشعير المغلي للكبد؟ ما هي فوائد ماء الشعير المغلي للجسم عموما؟ ما هي طريقة تحضير ماء الشعير المغلي؟ ما هي الآثار الجانبية لماء الشعير المغلي؟ إذن ماذا عن الشعير؟ ينتمي أخواتي إخواني الشعير إلى فئة الحبوب الكاملة الغنية بفيتامين بي والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم وكذلك الزنك والنحاس والبروتين والأحماض الأمينية والألياف الغذائية، وكذلك غني أيضا بمضادات الأكسدة، ويشبه في شكله حبوب القمح، ويستخدم في صنع بعض أنواع الخبز. وأكدت أخواتي إخواني الدراسات أن خبز الشعير أكثر فائدة من خبز القمح أو أي نوع آخر من خبز آخر، نظرا لاحتواء الشعير على عناصر وفيتامينات غنية. ويفضل الكثير من العلماء التغذية فوائد ماء الشعير المغلي، حيث اشتهر أخواتي إخواني استخدام ماء الشعير المغلي في العديد من البلدان لعلاج كثير من الأمراض والاكتئاب وكذلك لصحة الجسم. وأكدت الدراسات على فوائد ماء الشعير المغلي لعلاج الكبد والكلى، لذلك سعت شركات الأدوية أن يستخدم في تركيب بعض الأدوية لعلاج الكبد والكلى، وأيضا شركات المشروبات الغذائية لتصنيع ماء الشعير المغلي. ما هي فوائد ماء الشعير المغلي للكلى؟ تقوم الكلى أخواتي إخواني كما نعرف بتصفية الفضلات وإزالتها من خلايا البول، وحيث تقوم بتصفية حوالي 200 لتر من الدم أثناء إزالة السموم والسوائل الزائدة. ومن وظائف الكلى أخواتي إخواني أنها تلعب دورا في توازن الحامضية والقاعدية بالجسم، أي توازن الحمضي القاعدي، وتشترك في عملية تصنيع خلايا الدم الحمراء، تقوم بالمساهمة في توازن الأملاح بالجسم، وتنشط فيتامين دي، وتتخلص من الماء الزائد، وتساهم كذلك في مراقبة وتنظيم ضغط الدم. ويأتي أخواتي إخواني الماء، وهو ضروري ومن أهم السوائل اليومية، حيث يساعد في تنظيف الكلى. فماذا لو أضفنا للماء الشعير؟ طبعا سوف تزداد فوائد ماء الشعير المغلي في تنظيف وتنقية الكلى من السموم وحمايتها من تكوين الحصوات، وكذلك يدير البول ويغسل الكلى من الترسبات والرمل، ويعمل كمطهر للمتانة. وتؤكد أخواتي إخواني كثير من الدراسات على فوائد ماء الشعير المغلي وتناوله يوميا خصوصا لمرضى الكلى، حيث يساعد الكلى على تفتيت الحصوات ويحافظ على الكلى بصحة جيدة ويمنع مشاكل الكليتين. ومن فوائد ماء الشعير المغلي أنه يعتبر صديق للكلى بامتياز. الآن ما هي فوائد ماء الشعير المغلي للكبد؟ يعتبر أخواتي إخواني ماء الشعير المغلي غني بالألياف، مما يقلل من تخزين السكر في الكبد، ويؤدي ذلك إلى الحماية من الإمساك وتنظيف الكبد من السموم. ما هي فوائد ماء الشعير المغلي للجسم عموما؟ يحتوي أخواتي إخواني ماء الشعير المغلي على مضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية والوقاية من مرض السرطان، وخفض ضغط الدم، حيث أنه يساعد على نزول البول بشكل صحي، ويعتبر أفضل مشروب لإنقاص الوزن، حيث يساعد الجسم من التخلص من الماء الزائد ويقضي على الكرش، وله فوائد عديدة لكبار السن نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، وينفع في علاج هشاشة العظام، ويقوم أخواتي إخواني بتنظيم مستوى السكر في الدم، لذلك يعتبر شرب ماء الشعير المغلي آمن لمرضى السكري، ويعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار أي LDL، ويرفع في المقابل من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم أي HDL، ويعمل كذلك أخواتي إخواني كملين
أو مسهل للجهاز الهضمي في حالة الإمساك المزمن. كما أن تناول ماء الشعير المغلي أخواتي إخواني بانتظام يحمي القلب والشرايين من التلف. ولا ننسى أخواتي إخواني أنه فعال في علاج النقرس أي لاغوت، وأنه فعال في علاج مشاكل التهابات القولون وانتفاخ المائدة، وينظم كذلك أخواتي إخواني حركة المائدة، وأنه فعال في تخفيف مشاكل قرحة المائدة. ولا نغفل أخواتي إخواني أنه يخفف من التوتر العصبي والتوتر. ما هي الطريقة تحضير ماء الشعير المغلي؟ نضع أخواتي إخواني لترين من الماء على النار ويترك حتى يغلي، وبعد ذلك يضاف إليها الشعير بعد غسله جيدا ويترك حتى يبرد، ثم يشرب دافئ، ولكن يفضل أن يشرب دافئا من الأفضل، ويشرب منه 3 أكواب يوميا خصوصا على الريق لمدة 2 أو 2 شهر. ما هي الآثار الجانبية لماء الشعير المغلي؟ إذا كان المريض يعاني من انخفاض نسبة السكر فلا ينصح بتناول ماء الشعير المغلي، وإذا كان المريض كذلك يتناول أدوية مديرة للبول فإنه كذلك لا ينصح بتناول ماء الشعير المغلي. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.